من اللاعبين المحترمين جدا في تشكيله الاتحاد، مش بس الموسم ده، من الموسم الماضي، واحد من ابرز واهم لاعبي الاتحاد السكندري على الاطلاق، احمد عادل. ميسي معايا على الهاتف الان. كابتن احمد، مشرف ومنور. كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله حبيبي، بخير. شكرا على الكلام الجميل ده. اقل من حقك، مليون مبروك ادائك، ومليون مبروك اداء الفريق بشكل عام ونتائج الاتحاد في الثلاث مباريات. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. ازاي وصلتوا بقى للمرحله العظيمه ديت؟ بدايه موسم رائعه للاتحاد ما عملهاش من 25 سنه. لسه مش مرحله عظيمه ولا حاجه، لسه اللي جاي احسن ان شاء الله. بدايه حلوه الحمد لله، واحنا كنا تعبنا الفتره اللي فاتت واشتغلنا كتير على ده، لكن لسه ما عملناش حاجه، لسه قدامنا كتير نعمله السنه دي ان شاء الله. انتوا الجهاز الفني، واضح انه الجهاز الفني قدر يحفظكم بسرعه شغله، واضح ان انتوا عندكم انسجام رائع جدا كتشكيله يا كابتن احمد. طبعا احنا اشتغلنا من بدايه الموسم، محدش كان مكسل ومحدش كان جاي يهزر. طبعا انت عارف في بدايه موسم لعيبه كتير جديده وجهاز فني كله متغير، فالوضع ما كانش سهل ان يحصل انسجام زي ما حضرتك شفت في الثلاث ماتشات الاولانيين في الدوري. فاشتغلنا كتير وتعبنا كتير على ما قدرنا، يعني ان احنا نحفظ طريقه المدرب وان احنا نقدر ننسجم مع بعض ونشتغل مع بعض، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه من اول ثلاث ماتشات قبل التوقف الدوري اللي هيحصل، وان احنا كنا عندنا 9 نقط في بدايه الموسم الحمد لله. يعني كان معايا امبارح استاذ محمد مسرح وقلت له انت مش بس عملت صفقات جديده، انت مجرد انك تحافظ على اللاعبين اللي كانوا مطلوبين جدا في كل الانديه، دي صفقات جديده، وانت واحد من اللاعبين اللي كانوا مطلوبين جدا. طبعا الحمد لله حصل. الحمد لله، انا بصراحه انا مبسوط مع في نادي الاتحاد، ومبسوط مع الحاج محمد مسرح، وانا في نادي كبير وفي نادي جماهيري. يعني انت شفت، انت ديك شايف الجمهور عامل ايه في كل ماتش. يا بختك يعني بجمهور الاتحاد، السبب الاول في يعني في كل ماتش ان احنا نكسب. يعني طبعا هو بصراحه اي حد بيجي استاد اسكندريه بيكون جاي خايف بسبب جمهور الاتحاد. فده يعني سبب رئيسي في ان انا اكمل في نادي الاتحاد، هو جمهوره والحاج محمد مصلحي. طبعا انت واحد من اللاعبين اللي كان عندهم عروض من انديه كبيره، وكان معلن او كان بيتقال دايما ان انت كان عندك عرض من النادي الاهلي. كنت بتكلم مع الاستاذ محمد مصلحي وقلت له اكيد العقود في الانديه دي بتبقى اعلى وربما اضعاف اللي بياخدوها في الاتحاد السكندري. ازاي انت بقى كلاعب يعني تقدر تقتنع وتقدر ترضى وتهدى وما يبقاش عندك مشكله؟ انت رايح تلعب مع فريق طبعا كبير ايضا زي الاتحاد، بس كمان الجانب المادي ما فيش حد يعني بيبقى مش عايزه. بالظبط، يعني انت معاك حق، بس انا مقتنع بحاجه، ان انا لو مكتوب لي حاجه هاخدها واشوفها، يعني سواء انا كنت عايز او لا. صحيح. وبعدين انا يعني انا رحت منتخب مصر من الاتحاد، فنادي الاتحاد ليه فضل عليا، وانا بصراحه لولا ان انا مبسوط فيه ما يعني كنت اصريت ان انا امشي. لكن انا اول ما الاداره اتكلمت معايا والحاج محمد اتكلم معايا ان انا محتاجيني السنه دي وان انا اكمل معاهم السنه دي كمان، ما يعني على الفور، وان انا قلت ماشي وما فيش مشكله ان انا اكمل معاهم موسم كمان، وانا كمان مبسوط معاهم. فلو كان في اي مشكله بالنسبه لي ان انا امشي او في العقود او حاجه، فانا كنت طلبت ان انا امشي. لكن لا، بالعكس، انا سبت لهم هم يتكلموا في العروض والحاجات اللي كانت موجوده قدامهم، وبلغتهم رغبتي ان انا يعني سواء لو هم يستفادوا قبل ما انا استفاد مفيش مشكله. هايل. لكن لو هم عايزين اكمل معاهم الموسم، فانا كمان قلت ان انا اكمل معاهم موسم ثاني، وانا بصراحه مبسوط معاهم، فالحمد لله ان انا موجود معاهم. وطبعا لسه بدري بقى الكلام عن ان احنا نمشي او نقعد، بس الناحيه الثانيه مثلا، انا بتكلم على فتره الانتقالات اللي فاتت، الناحيه الثانيه مثلا النادي الاهلي ما زعلوش منك؟ ما قالوش مثلا ده كان المفروض يجي لنا احسن؟ لا، هم طبعا يعني الانديه دي بتبقى عارفه رغبه اللعيب، يعني اي لعيب بيتمنى ان هو يجي له اهلي وزمالك. لكن طبعا ما فيش حاجه برغبه اللعيب، يعني كل حاجه بتبقى عن طريق النادي. لان انا ملتزم معادي، لسه بقى لي سنه ونص مع نادي الاتحاد. هايل. فانا ملتزم معادي وبترك كل الامور ديت لاداره النادي، يعني اداره النادي هي اللي بتقرر، وانا بس بقى يعني بقى مش مجرد اكتر من ان انا بروح اتمرن واعمل اللي عليا، والباقي ده بتاع ربنا بقى. ممتاز. طيب كابتن احمد، طموحك ايه مع الاتحاد الموسم ده؟ شايف الاتحاد ممكن يوصل لحد فين؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه، احنا لسه في بدايه الموسم، واحنا ان شاء الله يعني كلاعيبه احنا مركزين وبناخد يعني قبل كل فتره بنقعد نتكلم مع بعض وبنحدد اللي احنا محتاجينه من الفتره اللي فاتت. زي ما حصل الفتره اللي فاتت دي، قعدنا اتكلمنا ان احنا لازم نفنش الثلاث ماتشات الاولين، واحنا معانا 9 نقط اول الدوري. ممتاز. والحمد لله قدرنا نحقق ده، فاحنا متكلمين ان احنا لازم ناخد كل فتره بفترتها، واحنا يعني بنتمنى ان احنا نحط نادي الاتحاد في مكانته، وان احنا نلعب كونفدراليه السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن احمد عادل، ميسي لاعب الاتحاد السكندري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.